أحسن الله إليكم. إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه وما الحكم؟ إذا كان ما أحرم، تعذر عليه الحج لا بأس بذلك، معذور. أما إذا أحرم وعرض له عارض منعه من أداء الحج، هذا المحصر، هذا محصر. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر ولم يستطع المضي لأداء الحج فإنه يتحلل ويذبح فدية التحف، فما استيسر من الهدي. نعم.